منافسة الجائزة الكبرى في بطولة العين الدولية 2012 صمم مسارها الدولي عاطف شوقي بحواجز تتراوح ارتفاعاتها بين 140 و160 سنتيمترا، وتتألف المنافسة من جولتين. في الجولة الأولى شارك 32 فارسا وفارسة، كان قد تم تأهلهم في المنافسة السادسة ثاني أيام البطولة. اجتهد جميعهم وحرصوا على تقديم أفضل ما لديهم لتحسين أرصدتهم في قائمة نقاط فرسان الدوري العربي، بعد أن حسم الفارسان السعوديان خالد العيد وعبد الله الشربتلي أمر التأهل للمشاركة في كأس العالم للقفز شهر أبريل القادم بهولندا حتى قبل انطلاقة بطولة العين الدولية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى تنافس الجميع على الجوائز المالية البالغة 230 ألف درهم والمرصودة لجائزة لونجين العين الكبرى. بعد استكمال الفرسان لكافة المراحل التي تسبق المشاركة من التعرف على تصميم مسار المنافسة وحساب الخطوات ووضع خطة الأداء وإكمال جاهزية الخيول على ميدان الإحماء، بدأت مشاركاتهم في الجولة الأولى، وبانتهائها ضمن 12 فارسا حق المشاركة في الجولة الثانية. الفارس السعودي عبد الله الشربتلي كان آخر الفرسان المشاركين في الجولة الثانية، وكعادته استمر في قراءة الميدان حتى الثواني الأخيرة قبل أن يتجه بالجواد لوبستر ناحية حواجز الجولة الثانية ويقدم فوقها وبينها عرضا في غاية الروعة، أكد من خلالها الفارس الشربتلي أنه فارس المرحلة في فروسية القفز عربيا وعالميا. الشربتلي أنهى الجولة من دون خطأ في زمن سريع بلغ 53 ثانية فاصل 27 جزءا من الثانية. الفارس الإماراتي محمد العويس بالفرس الرائعة توليتا كان قد أنهى الجولة الأولى من دون خطأ، وكان المشارك قبل الأخير في الجولة الثانية، ووفق العويس في إنهائها من دون خطأ أيضا، ولكنه قصد التأني في سبيل تقديم عرض خال من الأخطاء. هذا التأني أضاف لرصيده نقطة جزاء واحدة لتجاوزه الزمن المسموح للجولة الثانية بعد إنهائه العرض في زمن بلغ 62 ثانية فاصل 69 جزءا من الثانية، وتوج بكأس المركز الثاني. كأس المركز الثالث ناله الفارس السعودي فهد العيد بالجواد ناتال، وكان العيد قد أنهى الجولة الأولى برصيد 4 نقاط جزاء حافظ على معدلها في الجولة الثانية التي أنهاها نظيفة من دون خطأ في زمن بلغ 59 ثانية فاصل 6% من أجزاء الثانية. الفارس القطري محمد حيدان بالجواد كارل جوهان كان قد أنهى الجولة الأولى من دون خطأ، وفي الجولة الثانية التي أنهاها في زمن بلغ 59 ثانية فاصل 19 جزءا من الثانية ارتكب خطأ كلفه 4 نقاط جزاء فنال المركز الرابع. الفارسة التايوانية جاسمين شين كانت قد أنهت الجولة الأولى بنقطة جزاء واحدة لتجاوزها الزمن المسموح، وفي الجولة الثانية ارتكبت خطأ كلفها 4 نقاط جزاء مع نقطة أخرى لتجاوزها الزمن المسموح للجولة الثانية أيضا بعد إنهائها العرض في زمن بلغ 60 ثانية فاصل 71 جزءا من الثانية، فنالت المركز الخامس ونصيبها من الجائزة المالية الكبرى في البطولة.
وبعد طول غياب عن منصة التتويج في منافسات الجائزة الكبرى بالبطولات الدولية، عاد إليها الفارس الإماراتي محمد الكميتي على صهوة الجواد سكوبيدو بعد احتلاله المركز السادس في بطولة العين الدولية. الكميتي أنهى الجولة الأولى برصيد 4 نقاط جزاء، وفي الجولة الثانية أضاف إليها 4 نقاط جزاء أخرى، منهياً الجولة في زمن سريع بلغ 49.50 ثانية. أما الفارسة نادي عبد العزيز تريم شاركت بالجواد كلاو، ولم تختلف ظروف العرض الذي قدمته في جولتي المنافسة عن أداء الفارس الكميتي. نادية أنهت عرض الجولة الأولى برصيد 4 نقاط جزاء، وفي العرض الثاني الذي قدمته في الجولة الثانية ارتكبت خطأ أضاف على رصيدها 4 نقاط جزاء، فنالت المركز السابع بعد إنهائها الجولة الثانية في زمن بلغ 53.69 ثانية. الفوز بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا اقل اهداء اقدر اقدمه لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن العزيز، الله يحفظه لنا ان شاء الله ويخلينا يا رب، وهو الفارس الاول وهو الداعم الاول للبطوله الروسيه، والحمد لله والشكر لله. هذه مو غريبه على الفرصه السعوديه، دائما تحصل على الجوائز الكبرى في المحافل الدوليه. صعوبه المنافسه، يعني فرسان العرب كلهم ان شاء الله يعني عيني عليهم باردة، كلهم ما شاء الله عليهم أبطال، وأيضا الفرسان الأوروبيين يعني بصراحة منافسة معهم مو سهل. أفضل أرضيات في الإمارات، ما نقدر نتكلم ولا كلمة، يعني إن شاء الله كل وطن العربي يكون فيه أرضيات زي أرضيات الإمارات. أنت وخالد العيد إلى الوورد كاب ماذا ستقدمون؟ والله لسه ما نعرف، فلازم نجتمع مع يعني مع المنتخب صندوق الروسية ونقرر بعدها إن شاء الله. كل التوفيق لكم. شكرا. إذن مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا معكم لختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم الفوارس. نبارك لي المملكة العربية السعودية الفارس عبد الله الشربتلي، خالد العيد المتاهلان لكأس العالم. طبعا وقبل الختام لا تنسوا التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني الخاص بالبرنامج الفوارس dmi.ae. هذه تحياتي أخوكم يوسف الخالدي وفريق عمل البرنامج، دمتم بألف خير، إلى اللقاء.